مكتبة الخلدية هي مكتبة خاصة في عندها إشكالية في الدخل، أحياناً يوجد دخل وأحياناً لا يوجد، قضية تبعاً إذا في ناس تبرعوا لفندات أو إضافة إلى الأوقاف اللي موجود، الوقف اللي موجود دخله بسيط جداً لا يستطيع أن يغطي تكلفة تشغيل المكتبة وعمل المكتبة، فبالتالي في إشكالية عندنا في هذا الموضوع. المكتبة الخلدية أو حتى المكتبات العائلية في القدس، هي المكتبة الخلدية أقدم مكتبة موجودة في البلد. هذه المكتبة تم تأسيسها بمساعدات أو بتبرعات من الأفراد الخلدية، وبالتالي إحنا عندنا مجموعات الكتب المختلفة ترجع إلى القرن 19 والقرن 20، يعني في كتب عمرها 150 سنة. جزء من هذه الكتب هو نادر، وجزء تم طباعته فترات لاحقة. سعيدين أنه تم ترميم ما يقارب 18 مخطوطة لثلاث مكتبات مهمة في القدس، وما يقارب 1200 ورقة. وطبعاً بجهود المكتبات الثلاث هاي وبجهودي أنا المرمم الوحيد اللي كنت موجود في المكتبة، قدرنا أنه نعمل أول خطوة لترميم المخطوطات والنوادر الموجودة في القدس، وهي أهمية مهمة جداً جداً لمستقبل ولا تاريخ القدس. هلا الهدف الرئيسي من التوثيق انه الحفاظ عليها، لانه مسكهم بالايد بيأثر عليهم، بيدمرهم، بتوزعوا الأوراق، بتلفوا الأوراق، فإحنا عشان هذا نحافظ عليهم إحنا قمنا بتصويرهم. إحنا كمان سهولة إنه الواحد الباحث أو الشخص بده أي مخطوطة أو بده أي وثيقة بيقدر يتواصل معنا إحنا، وإحنا بنأمن له إياها إذا كانت مصورة عندنا.